والله السجن ما ضرنيش، او المساجين زملائي راهم كيشوفوني راح ياكدوا المعلومه. كنت انا اشوف بطبيعتي يا استاذ، انا انسان متفائل، انا مانيش ما نشوفش الكوتي نيجاتيف، توجو نشوف بوزيتيف. الحمد لله تعرفت بالرجال، كنت نسمع للناس، يعني ما الحبس ما ضرنيش، هذه رساله ليهم. بالعكس، ما الشهر الاول شويه ضريت، كنت نرقد في الارض، كنت نرقد بجانب التواليت اكرمك الله، ما ماكله ما كانش، كانوا الادويه تبعي ما جابوها ليش، ولكن بعد ذلك تاقلمت. الحاجه اللي ضرتني ودفعتني انني نخرج ضد هذا النظام الفاسد، ضد هذا المخابرات وهذا النظام العسكر، ونوجه رساله لكل مغرر بهم وكل بصبع ازرق، نقول له انه هذا النظام هو خطر على الجزائر. الجزائر في وضع خطير جدا، ولابد ان ننتفض ضد هذا النظام الفاسد، ونحقوا الدولة المدنية ودولة الحق ودولة القانون. وهذه هو الرسالة، يعني هناك الناس كثير هم غلطينهم، إن شاء الله أنا لما يشوفوني راح يستفدوا ويعتبروا من التجربة تاعي. السبب الثاني أيضا اللي دفعني أنني نعود إلى طريق الصواب، هو لما صرت شفت صورة جمال بن اسماعيل رحمه الله، جيمي، ذاك الشاب الوسيم الخلوق، يعني يتم اغتياله بطريقة وحشية، يعني قلبي وجعني، ضميري أنبني بزاف، لأنه اللي اختارته هذه سيناريو تاع المخابرات. أكيد مستحيل أنه أخواننا القبائل اللي الأحرار والشرفاء يرتكبوا جريمة بشعة بهذا المنظر. السبب الثاني أيضا، لما خرجت من السجن بعث لي صديق رابط لمحمد عبد الله يدافع لي فيه، ايضا ضميري انبني لما شفت محمد عبد الله هذا الشاب الخلوق، جايبينه بتلك الطريقه المهينه والتعذيب اللي تعرض له، ايضا ضميري انبني، وقلت لازم هذا الناس نرجع الى طريق الصواب ونجيب لهم حقهم ونكون في طريق الحق وندافع على الشاب الجزائري وندير كومبا كونتر نظام العسكر ونظام الجنرالات والمخابرات الجزائرية.